والله ما بنقدر. وخليه ينكروا الكلام ده، يقولوا لا الاغتصاب وصل الخرطوم، الاغتصاب وصل عديل اختطاف البنات، والولد ده اسمه الكلام ده كويس، الولد ده طلب البنية دي وأهله رفضوا الكلام ده، الولد ده رفضوا قال له لا لا احنا ما دارنا نديك. فقاعد يتبع يوميا زي ما قريتوا الكلام، قاعد يتبع لما يوم كف خمش عليك. يعني تخيل اختك او بنتك يوم من الايام حيشيل يجي بس بتاع دعم سريع. بس تذكروا كان في ولد ملازم اول كده خلا، فقال يا اخي انا ابرار، البنت الابرار المزيه دي قال دايره نفس التصرف والحمجيه اللي عملها في دارفور، جاكم يا شمالين في اكر داركم، جاكم في اكر داركم. اتخيل بكره امك ومرتك وخالتك وحبوبتك وحبوبه حبوبتك، عشان يا نبقى نحن رجال عديل خبشه نكسر الاحزاب ده كويس ونشلت الجنجويد ده، يا كمان يا زول هو يا دنيا عليك السلام. طيب نفتح دعوه هنا عشان انا اكثر من ساعه، ساعه 10 بقفل طوالي، بقفل طوالي. انا ممكن اديكم لغايه الساعه 10 ده انا زماني بدي. طيب مرحبتين، الله يديك العافية بابا. يا أحمد يديك العافية. الحمد لله إن شاء الله سامعيني كويس. سامعي. السلام عليكم. مرحبا بك. تفضل. سامعيني كويس؟ هاي أنا شفت الفيديو، هاي شفت المتابعة اللايف من البداية وشفت الحافل. فأنت مرات كده أنت المفروض تجيب كلام، يعني كلام يعني شويه كده ممكن يخش، يعني زول واحد ده ما بيمثل مؤسسه كامله، الزول الواحد ده ما بيمثل الدعم السريع، فهمت كلامي؟ ده الزول ده حتى لو الكلام ده صح وهو ارتكب جريمه ما معناته انه ده هو يعني الدعم السريع. وقال لك كلامي يعني ممكن يكون ده تصرف فردي، فهمت كلامي؟ يا اخي لحظه يا اخي لحظه، انا جبت يا اخي انا جبت الزول ده وهو اتصرف التصرف ده، وتابع لوين؟ تابع للجيش ولا تابع للدعم السريع؟ انا نسبت البرنامج ده له هو، صح ولا ما صح؟ نسبت البرنامج ده له هو، صح ولا ما صح؟ جبت صورته هو بس صح؟ ما جبت الدعم السريع كله صح؟ اها صح ولا ما صح؟ ما جبت صورته هو بس. اها اها وجبت البنات اللي اختطفهم، لكن قلت انت قلت الدعم السريع. الدعم السريع ما قاعد يغتصب يا شيخنا. دقيقة اسمع كلامي كويس، انت قلت الدعم السريع. يا اخي دقيقة السريع ما قاعد يغتصب، انت ما شملت الدعم السريع كله. الدعم السريع زي الجيش، الدعم السريع ما جيش، الدعم السريع جيش. يا اخي دقيقة، دقيقة لحظة 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 لحظة، انت احمد كسر يمكن ما بتعرفه صح؟ ها؟ حبوب حبيبنا طبعا ده تابع للدعم السريع يا جماعه، ده حامل الدعم السريع، طز في الدعم السريع وطز في ام تي وطز في الجنجويد وطز في اي زول بحامل الدعم، ما في حاجه اسمه دعم سريع، ده جنجويد جنجويد. الجمارك الجمارك تبرك روحك، انا ما لقاني كده هادي شويه كده شربت لي مويه بارد. دعم سريع ده شنو؟ زي ما قال اخينا الدعم السريع كله غلط، حرام ساكت ما عندهم اي موضوع، قال نسبت اكبر ناس مغتصبين واكبر ناس قتله واكبر ناس مجرمين. طز في هيمتي وطز في الدعم السريع وطز في الجنجويد وطز في اي زول، حرقوا الكلام صح؟ الكلام لو ما صح كان ما جاء متلب كتب دعوه صح؟ امن ذاته، الزول ده جاب الكلام ده منين؟ لانه انا متاكد انا واثق المعلومات دي جبتها من جوا اقسم بالله، وخلينا الصحافه يكذبوني. بلغوا الصحافه، الصحافه ربطت، بلغوا التلفزيون، التلفزيون قال حاجه فيه الدعم السريع ده نحن ما معنا. والله العظيم اقسم بالله جدا. طيب انت ما تعرف احمد كسر ولا انت قالك انا شغال في الصحافه ولا شنو؟ قال دعم السريع قال جيش، اركب وليك واركب حميتي ذاته ما هو. طيب ندي كمباء كم يا كمباء، انا انت مرات كثير كده قاعد تقدم ده، قال دعم سريع ده جيش. طيب حرقوا الكلام، الكلام حرقوا حرقوا الكلام يا هو. نكرر البرنامج يا كمباء، انت عليك الله اعمل لك صفحه، عليك الله حبيبي اعمل لك صفحه، عليك الله
صفحتك دي على قال الغيها الغيها الغيها، ما نافع ما بتديك دعم. طز في الدعم السريع، وطز في هيمتي، وطز في اي زول شغال في الدعم السريع. الدعم السريع بتاع شنو ده؟ جنجبيل يا زول. طيب اجيب نعرض لكم الصور تاني، نعرض تاني يا زول. ياخد البنات دي البنات اللي اختطفوهم، ودي ودي البنية التانية شفت اختطفوهم الناس اللي اختطفوهم ياخد، ودي البنية التانية والناس اللي اختطفوهم يهوديل يهوديل قوات الدعم السريع المجرمة، قوات الدعم السريع القتلة المجرمين، قوات الدعم السريع المجرمة القاتلة القذرة، قوات الدعم السريع المجرمين القتل المجرمين. أولاد الكلب، أولاد الكلب عديل، أولاد الكلب عديل. ده جنجويد قال لك رباطي كلب، والله صحيح كلامك. هيا ناس الخرطوم وناس الشمالية جهزوا أسلحتكم، جهزوا ذخائركم، لازم نواجه الدعم السريع ولازم نفكك طوبة طوبة. كلهم مسينات الدعم السريع، كلهم قاعدين في الصفحة، كلهم قاعدين في الصفحة. ادخلوا لأنه زول جبته على الهواء مباشرة. مرحبا بك أبا، مرحبا بك ناس اللي... يا جماعة شبكتكم كعبة يا جماعة، ما تقدموا لنا دعاوي سالي، ما تقدموا، ما تخربوا لنا الله يا جماعة. شاهد ساكت ما بتضرر، انت شبكتك تعبانه ما بمكنك، ما بمكنك تتكلم. طيب طيب حبوب ده نجيبه يا زول، حبيبنا ده، حبيبنا اللازم ده نجيبه، ده شبكته كويس. يا محمد انا قدم دعوه، قدم دعوه على الاغلاق في البرنامج يا محمد. محمد تعال يا زول. طيب ده برضه هنا نديه مع محمد سوا. يا محمد شايف شايف الزول التابع قدام السرير لما انا جبت الادله فرفر كيف؟ لا 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 واضحه يا اسمك، في قلبه يرقص بقوم برقص ده، والله اقسم بالله هي. اشاره للزول العميان وللزول ما بيفهم اصلا، معروف واضحه. نعم فيلا انا كان في البوست اللي من رفعه على اللقطه، قلت له ضحكت انا طبعا، قلت له ربنا يجمع، دي حاجه واحده. وثاني شيء انا قلت له يا جماعه ما دام انتوا لليوم ملتفين حول الاحزاب ومتخنقين ورام وما عايزين مثلا هنا تقوموا وترفعوا السلاح معانا عشان نطرد الدعم السريع وبس حرقتكم ووجيعكم الا في الحركات، بعد ده اقبلوها. فسيناريو بتاع دارفور اغتصاب وقتل وسرق ونهب، ده ما قصص اساطير اولين ولا دي روايات، دي كلها حاجات واقعيه وحقيقيه. انتوا كنتوا مستهونين بها وانتوا الله يخليك معي. تمام ايوه ابشر 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 ابشر، قال لك حسي ده شوف المعلومات ده من الارض، تلفون ده من الارض يا ما كان. قال لي شنو؟ قال لي اقسم بالله الزور الرد لك ده خال الولد ذاته، ما كان الشغل من جوه بيت الكلاوي. شفت الشغل ده كيف؟ فلتون يا عمك، شغل مفخم يا زولي يا زول شغل. اجيب دقيقه نرجع له ثاني دقيقه بس، حبيبنا قصر ابابك الف الله منور أبابك عسل أبابك عليك بيلو من طرف، بس الزول اللي عاد سمع حرق وحريق، حرق بالكلام، حرق لأنه أنا ثاني بكرر حريق الفيديو، حد بكررها ثاني، أنا بنبسه حرية وعرفوهم في صفحتك جدا جدا. فيلا يا كسل أسمع كلامي، خليكم قاعدين أسمع كلامي. ألو أي لا 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 التلفون يا حبوب في اذاني في اذاني، الله يشغل التلفون في اذاني ما بدول سامع. طيب اسمعني، الزول عملوا له علامه كده بتاع الدعم السريع دخلوا اديب اوكي، المحل النايم فوق ده قال لك العمريه، عمريه 39، العمريه 39 اوكي اوكي، تحياتنا تسلم، استخبارات يا استيك يا فضل. شغل شغل مفخم الله يسلم يا راجل. يلا ده انا اقول لك يا غزله
اي تمام، نمسك جزئيات بسيطة بسم الله يفاتك. تمام، موضوع البقج الأسلحة اللي أنت جيت نظمت فين، تاني يوم تالت يوم قبضوين، دي خدتها. موضوع إنك مشكلة كيرين قبل هدوسة أنت نبهت وكلمت الجماعة وحصلت، مشكلة كتم الأخيرة أنت نبهت وقلت لهم يا جماعة في مشاكل كده هتحصل وقعت، مشكلة زمزم. يعني بعد لا يفاتك أنا داير أفهم الناس دي، أنت يعني يوفحهم كيف ويقوم كيف ويورم إنه يهود، ده منبر الوعي وده المنبر الصح والمعلومات دي منبعها هنا، الناس انتوا يخنقوكم كم انك تتسلح. فمعنى كده انت براك كده حل الوقوع، تشوف كسل ينضم الليله في موضوع وبيعوج على بكره، كسل ما بعلم علم الغيب، لكن لانه هو شنو بيسرد حقائق وبيجيب الكلام الاصول، وفعلا هو استيك واستخبارات يا حبوبي، فهمت علي؟ فيلا يا انت لا من كسل يجي يقول لك انت اتسلح والحاصل لك كده، وانت تيجي تستهون وترقد وترخي وتتغافل، ده معنى انت زول غبي، انت ما لساك بعيد والله. نعم وشفت الزول ده يا جماعه اكتر سكرين شوتات كل البوستات، ده خليه الترند بتاع بكره يا جماعه، الدعم السريع. وانت تاني يا كسل عشان ما نختلف عليك، لا ما تقول قوات الدعم السريع دي ماليشيات، ماليشيات الجنجويد يا كسل. نعم، هسه البنات دي المخطوفات يا جماعه، البنات دي المخطوفات يا ابناء الشباب، قوموا يا جماعه، قوموا يا جماعه، يا عالم يا بشر يا اخي، خلونا من نبسني فلان وقطع في فلان. انا هسه ما كان انوم، ما كان اناي، انا لو كان زول عنصري ولا كده ما كان، ما شغل لايف صح؟ والله يا كسرة ده اقول لك، ما هو شوف اي زول، اي زول يا كسرة بيجي بيقول لك انت عنصري، ده معروف فلنجاي ومصالح ورا الدعم السريع، وعزاته جنجويت وميليشيا، زي الحس اللي يجي يقول لك يا اخي انت ليه جاي تتكلم باسم الدعم السريع؟ هو الدعم السريع شنو؟ شوف يلا الدعم السريع طوال الزور الخشة، شوف الزور الكتب ده وخشة معي انا، يا ريت تاني ممكن نرفعه تاني كويس، اكتب لي دعوه ما تاني. بيجيك تاني، ما بي... لو جاي ممكن بيخفي صورته، حرام. لا لا ما خلاص الناس، انا برجع لللايف بعدين، اللايف ده ما حقي انا في صفحتي بعدين، انتوا ارجعوا لللايف محله بس صوروه ارفعوه الدولة انا برفعه ان شاء الله. وبعدين والله العظيم نحن كشباب، يقولنا شباب من عمر يعني 35 لغايه 40 واللي تحت، ما قادرين نوع النهايه يا اخي. نازل بقعد فينا 3 سنة احمد كسر ده بكورك في اللايفات دي، الدعم السريع اختصر، الدعم السريع ينحف، الدعم السريع يقتل يا اخي. اكثر من كده في هنا عناد، تحياتنا يا شباب، اكثر من كده في هنا واحد تحياتنا لانه زمني. اخر حاجه كمبا داير اقول لك، والله دي مؤشرات سامحه، يعني كون الليل يخطفوا بيته وبيتين وثلاثه، ما عشان انا داير شي شين لاخواننا في الشمال وكده، لكن دي حاجه مشعرات بتخليهم يقوموا وينحطوا. تمام، فانا متاكد بنسبه 99% يا كسر الحركات كلها اسمك، اقسم بالله دي تهمتني ولا اليوم مساندة همتني، والله لموقف ولا زمن مؤين مهما. فيلا